الجن خلق من خلق الله يجتمعون معنا معشر الإنس في أننا جميعا مكلفون، ويجتمعون مع الملائكة في أننا لم يكتب لنا أن نبصر الملائكة ولا أن نبصر الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن الجن يختلفون عن الملائكة في أن الملائكة غير مكلفة، في حين أن الجن مكلفون مثلنا، فيجتمعون معنا من وجه ويجتمعون مع الملائكة من وجه. والله عز وجل خاطب الجن والإنس كثيرا، خاصة في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات، هذه السورة المباركة، على الجن، فكانوا يقولون: نكذب بأي من آيات ربنا. فالجن عالم واقع محسوس لا يمكن أن ينكره أحد. كيف والله عز وجل يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ويقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كيف والله عز وجل يقول: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لكن لا ينبغي التوسع في أن يحاول الإنسان أن يقيم العلاقة ما بين عالم الجن وعالم الإنس. والله لم يجعل لأحد سلطانا تاما على أحد حتى تنقطع الحجج، لأنه لو كان لأحد ما سلطان تام على أحد لكان في تبعية ذلك له ما هو عذر عند الله. ولذلك الشيطان يقول يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان. والله عز وجل قال في كتابه العظيم عن عباده المكرمين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. والشيطان يحصر قدرته بقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والمراد بيان أن ثمة حقائق تقبل في عالم الجن، وثمة أشياء هي أقرب إلى الأساطير، أقرب إلى الخرافات، لا يمكن أن تصدق. ومع ذلك العرب كانت تزعم أن الشعر شيء غير مألوف، فلذلك يستسقونه من الجن، وهذا يقبل من حيث أصل الفكرة، لكن لا يقبل من حيث ما كانت العرب تعتقد أن لكل شاعر شيطانا يملي عليه ما يقول للناس.